Tell me why. Assalamu alaikum. Welcome to Morocco. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالزميلات والزملاء ممثلات وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية. مرحبا بكم في الندوة الصحفية اليوم هنا برواق باب رواح بمدينة الرباط عاصمة الأنوار عاصمة المملكة المغربية. اليوم هالندوة الصحفية الخاصة بالأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية المغرب فيفا 2022 اللي كتحتضنها بلادنا خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح و11 فبراير 2023. إذن أولاً وقبل كل شيء اسمحوا لي باش نرحب بحرارة بالفنانين الحاضرين معنا. المنتج العالمي رضوان نادر خياط، غنعيط لك نادر لأنك في بلادكم مع ولاد بلادك، وغنعيط لك بسمير الباسبور المغربي. نادر يس. نادر مرحبا بك خويا. مرحبا. أيضاً مرحبا بالفنان الشاب والمتألق أمينيكس، الفنان الشاب والمتألق نعمر بالعياشي، والفنان الشاب والمتألق ريم فكري. تبارك الله عليكم. حاضر معنا أيضاً عبر تقنية المناظرة المرئية كل من الفنان حفيظ الدوزي، حاتم عمور وديزي دروس. إخوان كتسمعونا؟ ديزي دروس مرحبا بك أخويا. كيف بقيتي شوية؟ الحمد لله. الفنان حفيظ الله يجيب الشفاء. الله يشافيك. الفنان حفيظ الدوزي وحاتم عمور أيضا معنا. إخوان كتسمعونا؟ لا غيجي؟ إذا نبدأ هذه الندوة الصحفية لهذا اليوم. أولاً قبل كل شيء اسمحوا لي أنني نجدد التهنئة للمنتج العالمي رضوان على هذا العمل الكبير وهذا الفني، وكنشوفوا أن النجاح الكبير اللي يعرفوه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القاري والدولي، أزيد من 1.5 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة. وأيضاً ممكن لنا غير ننأوك على العمل الجبار الكبير اللي قمت به في مونديال قطر، اللي شرفنا كمغاربة وكعرب وكأفارقة بحجم ما شرفنا الإنجاز ديال أسود الأطلس باش نوصل للمربع الذهبي. شكرا مليئا مرة أخرى. الله يبارك فيك والله يبارك فيكم وعاش الملك وديما المغرب. هذه هي القدوة ديالنا هذه. إذا ندير بالنسبة لهاد الأغنية ويلكم تو موروكو، صورات في مدينة الرباط، شفنا الثقافة المغربية، الأصالة المغربية، أيضا الجانب المعاصر للمملكة، شفنا صورات أيضا في محطة القطار رفائق السرعة. كان البعد الإفريقي، كانت العربية، الإنجليزية، الأمازيغية، كانت قناوة دقيقية، زعما بكل ما للكلمة من معنى، بلاطو فني متنوع بكل ما للكلمة من معنى. شنو التعليق ديالك نادر على هذه الأغنية؟ التعليق ديالي هو صراحة أنا فرحان. مبدئيا كحصل لي الشرف نمثل المغرب ونمثلوا المغرب على الصعيد العالمي مع واحد الاورجانيزيشن اللي هي كبيره وكبيره بزاف اللي هي الفيفا، وكتعمل الاغنيه اللي هي لبلادك، وان المونديال اللي كيطلع في بلادك كلشي تجمع مع بعضه. فرحان بزاف لان اون فوا طرحت الفكره كل شويه بحال نيرفس بحال هذا، لان تقدر تعمل الاغنيه لقطر تعمل هذه، ولكن ما كتعملها لبلادك شي حاجه اكثر، شي حاجه اكسترا، كتقول يا الله بحال والديك يتفرجوا فيك ولا خواتك ولا هذه، لان كتكون ايموشنال اكثر، وبحال حسيت بواحد شويه ديال المسؤوليه هذا. ولكن دائما عندي الثقه، المغاربه دائما كنثقوا في راسنا، والحمد لله دائما كنتجاوزوا المخاطر والمصاعب اللي كاين في الدنيا، والحمد لله الالهام جاء. وبدي غير بديت الفكره كنت هيدا في الدار ديالي صراحه، واحد استوديو صغير ماشي شي حاجه تتخيلوا هذا. بقيت كنجبر لا جيتار وهادي، وبديت طاحت عليا ويلكم تو موروكو ويلكم تو موروكو ايفريبادي. هذه قلت هذه هي الاولى اللي عملوها عالميه باللونجلي باش العالم كله اللي سمعها يفهم المعنى ديال احنا دائما واحد الدوله واحد الشعب اللي كنرحبوا هذه في الدم ديالنا، بغينا ولا ما بغيناش اللي كيجي من برا كنرحبوا به. والحمد لله المسائل مشات مزيانه، وباش غير نهضر اون جينيرال لان باقي الاصدقاء والاحباء والفنانين ديالنا يهضروا حتى هما. فرحان بزاف بهذا العمل هذا، وفخور كمغربي وفخور مع هذا التيم هذا اللي خدموا معايا فيه. شكرا شكرا. انا واخا عملت الموسيقى في قطر اللي هي المونديال العالمي وداك الشيء، الموسيقى كانت بزاف فيها مغربيه، حتى هذوك اللي غناو هلا 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 هذوك مغاربه سواسه من اكادير،
فهمتي ماشي زعما ماشي قطريين كلشي صحاب لهم قطريين كيغنيو هو مغاربه كيغنيو فالبصمه كانت مغربيه وبطبيعه الحال بما اننا هو اللي عمل هذه الاغنيه المغرب هو العنصر المشترك هو ريد وان اللي هو مغربي ودائما مفتخر وموسيقى مغربيه دائما في الدم ونادر ايضا الاغنيه الان حصلت على 1.5 مليون مشاهده في اقل من 48 ساعه غير هي علاش مثلا ما تنشرش الاغنيه قبل البدايه ديال المسابقه المسابقه لان صراحه الفكره جات هكذا ماشي مؤخره ما كانش باغي يفيدنا بزاف ديال الوقت قلت عيب الله انا من الاغنيه وهادي خصني نطيح عليها الاغنيه حيت هي شوف نقدر نعمل نكتب اغنيه دابا نقدر نخرج اغنيه ولكن خصك تخرج الاغنيه تكون طوب ماشي اي حاجه هذا بقى لي هذا الاحساس هذا ديال هذا ولكن الحمد لله الله جاب فهمتي البركه والاغنيه طاحت زوينه وعاود باش نجمع ليكيب بقيت كنتصل في امين وسعد النعمان شكون الفنانه نعملوا شي حاجه سبيسيال مع السلق جا حتى هو دائما كان فالفكره في المونديال هضرنا على قلنا قال لي نادر خصك تعمل شي حاجه للمغرب قلت له انا بيان سور خصني غير نجبر شنو ندير ماشي غير نعمل الاغنيه هكذا وكان فهمتيني لان متفق معاه خصنا نديروا شي حاجه للمغرب اون فوا سمعت في الاخر ديال المونديال سمعت بان غيعمل المونديال اللي طوق وجياني حتى هو سولني البريزيدون ديال الفيفا قال لي غاتعمل شي حاجه للمغرب قلت له يا ان شاء الله زعما على راسه العين ومع القجاع كنهضر معايا في هذا الموضوع هذا قلت بيرفكت اتصلت بالسي القجاع قلت له شنو نهار لك نعمل اغنيه وهذه و بيان سور و سمعت واحد الدقيقه فهمتيني و اذا ملي هضرت مع القجاع في هذاك الشيء قال لي بيان سور ليتس دو سامثينغ بيغ وهذا وبقيت كنفكر في القضيه هذه وصافي وبديت الاغنيه الحمد لله مشات مزيانه واتصلت بالتيم كل شيء امين اكس نعمان ريم دوزي المهم التيم كله اسماء وهذا حاتم كل شيء قال لي انا معاك 100% افون ديك الساعه كتبقى خصني نكمل الاغنيه ماشي غير حيت انا بديت غير هذيك ويلكم تو موروكو ولكن الاغنيه خصها تكتب وكل شيء كتبت له فوق هذه الاغنيه هذه قلب صبروا عباد الله صبروا وانا كتبتها صراحه في الاول بالانجلي لان هذيك كانت اسهل لي لان ما كتبش انا ماشي ما كنعرفش نكتب العربيه مزيان ككاتب اللغه العربيه في الموسيقى اتصل محمد المغربي اللي هو واحد شاعر خطير كتب بزاف ديال الهيتس مغربيين وهذاك الشيء قلت له شنو هي الفكره خصنا نعملوا الفيرس لي كوبلي هذاك الشيء يكونوا بالعربيه والكورس نخليوها بالانجلي باش لان هذا ماشي اغنيه ديال المغرب للعالم ديال اللي تكون محليه تكون عالميه للفيفا وغتخرج في الويب سايت ديال الاوفيسيال ديال الفيفا دونك سنعملوا المغرب للعالم وعملنا بجوج لغات والحمد لله مشى داك الشيء مزيان باش نجاوبك على علاش تعطل هذا الشيء لان كل شيء جا في اخر ساعه هي المونديال تقرر في وسط ملي كمل المونديال عاد تقررت القضيه هذه دونك ملي كتبتها وصيفط لهم الدراري كانوا مساكن مستريسين كلهم اللي كيقول ما باقي والو باقي الاغنيه ما كايناش فلهذا انا كناخذ هذيك المسؤوليه هذه لان كانت معطله القضيه والحمد لله كل شيء مشى مزيان والريزولتا وهذاك هو اللي كيهم حيت شوف اي حاجه تبغي تبني اي حاجه في حياتك حتى حاجه ما سهله كل شيء فيها الصعوبات كل شيء فيها المشاكل ولكن اون فوا كتكون الريزولتا هذاك هو اللي كيهم هو اللي كيبقاو الناس عاقلين عليه صافي الحمد لله شكرا نادر نجاح طاهر هضرت بزاف يعني لا نبداو اليمن ريم شنو الشعور ديالك وانت كتشاركي في هذه الاغنيه مع هذه المجموعه ديال الفنانات والفنانين وتحت الاشراف ديال واحد المنتج عالمي اللي سميتو رضوان اولا هذا شرف لي انني نكون نشارك في هذا البروجي هذا مع بروديوسر العالمي ديالنا رضوان ومع هاد لي زارتيست كاملين ولا فيريتي شعور زوين سورتو ك شرف لي انني نمثل بلادي و او ميم طون كنقولها وكنعاود نقولها انا يلاه باديه وفي ظرف عام يعني بديت لا كارير ديالي دابا يا عام وكنلقى راسي كنغني راه شي حاجه كبيره فريمون و كتستحق فريمون شكرا فريمون شكرا ولكن ملي كنكون مع راسي غير بوحدي كنقول واش هادشي واش كنحلم ولا بصح ولا حيت يقدر الناس يجيو معادي يقدر
واحد اخر يجي عادي انا بالنسبه لي ما عاديش، هذا شرف لي كبير 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 بزاف. و فريمون شكرا حيت تقفينا كاملين وتقفيه، واخا انا اول مره غنخدم مع رضوان وهذا نعاود نقولها شرف لي كبير. شكرا ريم. سبقات سبقات نعمان انا تبارك الله عليك. نعمان كما قلت قبيله بلاطو فني متنوع، كنشوفوا الثقافه المغربيه التمغربيه الاصاله دقيق. واش نقدروا نقولوا ان هذيك التنوع الفني ديال المغرب هو اللي سبب نجاح ديال الاعمال الفنيه المغربيه؟ اولا انا جد سعيد بالتواجد ديالي معكم والتواجد الصحافه المغربيه، شكرا على الدعم ديالكم المتواصل. ضروري الموسيقى المغربيه كما كيعرف الجميع مؤخرا عطات واحد الاكل ديالها كبير في العالم، يعني رجعت الموسيقى وعندها واحد الحضاره كبيره، سورتو ملي كتكون عند واحد المغربي اللي هو تبارك الله عليه رضوان، عمل بزاف الاغاني وحاول دائما في اي اغنيه يقرب الثقافه المغربيه الثقافه الموسيقيه للعالم، دائما كيحاول ما امكن انه يقرب الموسيقى المغربيه للعالم. وهادشي اللي تاتى كما قال لكم في الاغنيه ديال الفيفا ديال الارحابو ودريمرز وبزاف، وهذه عاود اغنيه جديده للمونديالتو الحمد لله وصلت دابا 1.5 مليون في الاولى في تريندينغ. هادشي كامل بالفضل ديال لي زارتيست كاملين بالجامعه المغربيه لكره القدم والجميع والصحافه انتم تبارك الله عليكم. الله شكرا بزاف، ما كتبخلوش علينا الصراحه، وشكرا كاع لي زارتيست، وحنا جيت سعيدين بهذا العمل هذا، وان شاء الله باقي الاعمال اخرى ان شاء الله باذن الله. هذه البدايه مازال الله يتكسر. شكرا نعمان. امين يوكس شنو يمكن لك تقول لنا على حول هذه الاغنيه، وايضا ما بغينا نعرفوا كيفاش دازت الظروف ديال التصوير الكواليس ديال التصوير ديال هذه الاغنيه، لان كانوا مجموعه الفنانين وكانت في مدينه الرباط مجموعه المعالم، معالم حضاريه ومعالم تاريخيه، كيفاش دازت الظروف ديال التصوير امين يوكس؟ اولا كنشكركم على الحضور وكنشكركم على الاهتمام ديالكم بالفنان المغربي، وكنبغي ننتهز الفرصه باش نترحموا على الضحايا ديال زلزال تركيا. دونك كنترحموا على خوتنا في تركيا وسوريا اليوم من المغرب وكنقول لهم احنا معاهم. بعد بالنسبه للاغنيه هي واحد المشروع متكامل ومشترك بين بزاف ديال الفنانه، كاين بزاف الفنانه، كاين عمام تطوان، انا من طنجة، اسماء بزاف، يعني كاع المناطق دوزيم وجده ريم كاع المناطق كانت ممثله في هاد لا شونسون هادي. وكان عندنا عائق لانه كاع الفنانه كانوا مسافرين سبحان الله العظيم كل واحد فين كان. دونك باش يجمعنا رضوان باش نجمعوا كاملين كان صعيب، وملي جينا كانت الظروف المناخيه شويه صعيبه، و بون ماشي صعيبه بزاف، ولكن بالنسبه للتصوير كيف كيعرفوا الصحافه كيكون ظروف التصوير الا ما كانتش ما كايناش الشتاء وبزاف ديال الكونديسيون ما كتقدرش تصور في الوقت، مي فينالمون البروجي خرج مزيان وعجب الناس، و كنظن انه اي مغربي غيكون مفتخر بهذا المنتوج اللي هو 100% مغربي. وكنوجه تحيه لكاع الفنانه اللي حاضرين معنا هنايا واللي ما قدروش يحضروا، وكنشكر المغرب حيت عامر بزاف الحوايج زوينين اللي حنا تنستغلوهم في الموسيقى وفي الفن. شكرا امين. بالضبط. لا ريجي نشوفوا الفنانين اللي حاضرين معنا عبر زوم. ديزيدروس تبارك الله عليك خويا. اذا ديزيدروس اللمسه ديالك موسيقى الراب مباشره ايضا من محطه القطار ديال القنيطره وايضا من الملعب مجمع رياض الامير مولاي عبد الله، عطات واحد اللمسه ايضا متالقه لهذه الاغنيه، شنو التعليق ديالك ديزيدروس؟ وصراحه هذا يعني كنظن الدراري قالوا كل شيء اول حاجه كنسمي عليهم لان ما شفتهمش من لي زانين الصغار، ما دير ما شفتهمش من قطر. كنسلم على الخوت اللي معانا في لاصال حتى هما، كنعتذر لان نورمالمون كنت باغي نجي نجلس معكم ساعه قدر الله ما شاء فعل. هو صراحه بروجي اللي زوين بزاف اللي فيه واحد الخليط ديال لي زارتيست اللي قدر الا ما جمعناش رضوان ما عمرنا نجمعو صراحه، لان كتعرف كل واحد فينا عنده ستيل مختلف ديالو، كل واحد عنده اودينس ديالو، كنبقاو كلنا كنمثلوا المغرب وكنمثلوا الثقافه المغربيه والموسيقى المغربيه، ولكن كلنا في اطار داك الشيء اللي كيعرف يدير. باش نلقاو كاملين راحتنا في موسيقى وحده ونتفاهموا بغض النظر عن النقاشات اللي كتبقى ديال الذوق ديال كل واحد، اللي داك الشيء كامل كيدخل في اطار ان باغي نخرجوا بروجي اللي زوين.
فكنظن ان البروديوسر اللي غيفهمنا كاملين هو بروديوسر عالمي بحال رضوان اللي بشهاده الجميع في محطه يديه. شكرا جزيلا. شكرا اخي شكرا. بغيتي نكيد باختصار الجميع والحمد لله زعما البروجي كيلوي على راسو الناس لقاو يعني واحد الاستحسان زعما البروجي لقى استحسان كبير بالضرب الناس الحمد لله والارقام كتحدث عليه وهادشي زعما خلاصه ديالو انه هو ان بروجي اللي كيمثل المغرب وكيعطي صوره زوينه للمغرب عن طريق الموسيقى. شكرا ديزي دروس والله يجيب الشفاء. تبارك الله عليكم. السلام عليكم فنانة مرحبا سي حافظ التوزي سي حاجي العمور مرحبا بكم. السلام عليكم حباب. تفضل سي حاجي تفضل. شكرا للمشاهدين والمتتبعين. كلمة هو اللي بغيت نقول هو مبروك علينا هذه الأغنية هذه الرائعة. شكرا لرضوان اللي دائما الحاجة اللي حط عليها يدو ما شاء الله كتضرب في العالم. شكرا للفنانين اللي كانوا مشاركين في هذه الأغنية هذه واحد واحد على الصبر ديالهم وعلى المجهودات الكبيرة اللي داروا باش تخرج الأغنية بأحلى فيرسيون اللي دايرة حالة دابا الحمد لله. فوالا هادشي اللي بغيت نقول أنا فرحان نحاضر معكم واخا أنا بعيد. ما كرهتش تكون جالس حداكم سي حسين مي انا معاك من قلبي وخرب نقول تحيه كبيره للصحافه المغربيه اللي حاضره بقوه واحد واحد منبر منبر الله يعطيكم الصحه على دائما كتكونوا جنبنا. شكرا. شكرا حاتم. حفيظ الدوزي. السلام عليكم امسي وتحيه لكل الحاضرين طبعا الاصدقاء الفنانين الكبار والصحافة والمنظمة الإعلامية اللي حاضرة اليوم معنا وشكرا على هذه التغطية صراحة سعداء بالردود الأفعال الإيجابية بعد صدور العمل. أولا هنا كمشاركين في العمل ما كانش عندنا أدنى شك أن الأغنية ما غاديش تكون مزيانة لأن أولا بدأ من توقيع المايسترو فنان الكبير بالسيرفان أي حاجة فيها شيء كتكون ناجحة وكتكون هيت عالمي. بطبيعة الحال كل فنان عطى شوية من داك الشيء ديك البركة ديالو وساهم في العمل. درناه باش نعطيو صورة جميلة على بلادنا على الثقافة ديال بلادنا على التقاليد ديال بلادنا وتبارك الله اجتمعوا فيه يعني أصوات جميلة بزاف والحمد لله. على كل حال هذا نجاح نجاحنا كلنا كمغاربة نجاحنا كفنانين مغاربة وبطبيعة الحال نجاح الرياضة في المغرب. المنتخب الوطني المغربي شرفنا هذا العام شرفوك فنيا بقيادة الكوتش رضوان الرقرقي رضوان دير النية. شكرا حافظ التنسيق.